أنتم مع صدى الملاعب عبر MBC 1 وMBC العراق. رئيس الاتحاد السعودي الأخ والصديق ياسر مسحل يطل عليكم عبر الصدى بحوار على جزئين. نخص الجزء الأول بحديث عن مدرب المنتخب إيرفي رينار ومسألة بقائه إلى متى، وكمان عن ترشيحه هو نفسه لفترة رئاسية ثانية، وعن ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 وتواجد رونالدو في الدوري ومدى تأثيره في الدوري بشكل عام وعلى الكرة السعودية. أحمد الجدي على الأسئلة. مدرب المنتخب الفرنسي طلع كلام بعد كأس العالم أنه ممكن يروح المدرب، عرض نفسه على بعض المنتخبات، إيش صحة هذا الأمر وما هي الأهداف بالنسبة لكم؟ شوف، المدرب مرتبط بعقد مع الاتحاد السعودي إلى 2027، مدرب محترف ومدرب ما هو من النوعية اللي يروح يعرض نفسه على أي اتحاد، ونفى هذا الأمر عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء. بالنهاية أي عقد يعني مبرم بين أي طرفين حيكون له شروط في آلية التخارج. حتى هذه اللحظة المدرب مستمر معنا، المدرب الآن يخطط على المباريات القادمة في شهر مارس اللي هي المباراة الودية الفيفا ديز، على وشك أن ننتهي من الاتفاق مع منتخبين يعني على مستوى رفيع في أنهم إن شاء الله يجون السعودية ويلعبون. المدرب زي ما قلت لك محترف، يحترم عقده، إذا وصله أي شيء أكيد أنه رح يجي ويجلس معنا، لكن حتى هذه اللحظة المدرب معنا وعقده ساري، باقي له في 4 سنوات. رح يكون مدرب يعني آسيا، مدرب المنتخب في آسيا القادمة. شوف، حتى هذه اللحظة نعم، لكن إذا طرأت أي تغيرات أكيد أنه العقد شريعة المتعاقدين وهو اللي سيحكم بين أي طرفين، لكن مدرب أكون له أنا شخصيا على المستوى الشخصي احترام عالي. المدرب أخذ خبرة ممتازة جدا من السنوات اللي مضاها في السعودية، المدرب قاعد يحرص أنه يحضر المباريات ومتابعة اللاعبين السعوديين، هو احترافي في عمله، فمتوقع أنه إجابة لسؤالك أنه يكون مستمر معنا. لكن يعني بالنهاية لو هو يعني أراد شيء آخر راح نجلس معاه ونتفاهم معاه، لكن ما في شيء حتى هذه اللحظة. مسألة ياسر المسحل، أنت أعلن سابق أنك راح ترشح نفسك 4 سنوات قادمة، وكنت تقول بعد كأس العالم، ما هو الجديد في هذا الملف؟ راح تقدم، وهل لو تواجد المنافسين لك في هذا الملف وش تقول؟ أولا إحنا الأربعاء القادم هناك جميع عمومية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستشهد بحول الله إعلان هام جدا للكرة السعودية وللرياضة السعودية، وهو إعلان استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 كحدث تاريخي لأول مرة يحصل. أيضا هناك منافسة على انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، وإحنا أيضا اليوم السعودية ستنافس على هذا المقعد. هذا فيما يخص الاستحقاق القاري والدولي. إحنا باقي فترة المجلس تقريبا 5 أشهر، بناء على طلب وصلني من عدة أندية خلال الجمعية العمومية الماضية، طلبهم لي أني أعيد الترشح. أعلنت إن شاء الله نيتي متى ما فتح الباب للفترة القادمة أني أتقدم مجددا. الباب مفتوح لكل المنافسين، وبالنهاية أي أحد يجي ويكون عنده إن شاء الله القدرة أنه يخدم اتحاد القدم كلنا نقف خلفه، ما يهم من الاسم، الأهم إن شاء الله تكون عنده القدرة والإمكانية أنه يعني يخدم هذا الاتحاد ويخدم هذه اللعبة المحببة على قلوبنا جميعا. 37 قناة عالمية، يعني حدث مش بسيط. أيضا تواجد رونالدو، صفقات عالمية قادمة، حدثنا عن هذا الملف. ما في شك اليوم وجود لاعب بحجم كريستيانو رونالدو أعتقد إضافة كبيرة للكرة السعودية، وأعتقد أنه يعني إن شاء الله بإذن الله الفترات التسجيل القادمة تشهد أيضا قدوم نجوم متميزين آخرين، وهذا كله يدل على أن اليوم أصبحت الكرة السعودية كرة جاذبة لمثل هؤلاء النجوم، ونتوقع إن شاء الله أن يكون عدد من النجوم المميزين في كرة القدم يكونوا إن شاء الله موجودين في الدوري السعودي في يعني الأشهر القادمة بحول الله. في عوائد مالية، وش الخطط اللي أنتم جالسين تبنونها بعد قدوم رونالدو؟ وش الفوائد اللي ممكن يستفيدوا منها الاتحاد السعودي والرابطة الدوري بشكل عام؟ هو شوف، الخطط التطويرية لكرة القدم السعودية موجودة من عدة سنوات، وهذا أيضا الحمد لله نتج عنها أنك أنت تستقطب نجوم مميزين بحجم رونالدو. ما في شك أنه في خطط تسويقية كثيرة تقوم فيها
الأندية أنفسها وأيضا الإخوان في رابطة الدوري المحترفين، وهذا الأمر يعطي زخم تجاري وتسويقي كبير للكرة السعودية وأيضا عوائد مادية أتوقع إن شاء الله الأندية تستفيد منها بحول الله.